3 years ago this week, Syrians took to the streets. And the resulting bloodshed has gone on longer and been more violent than anyone expected. Some Syrian intellectuals and artists have been forced into exile. We hear their stories, their pain, and their hopes of returning one day to their homeland. المحافظ أسد راح على كوريا. هاي كوريا اللي نحن بنشوفها على التلفزيون وبنقول شو بشعة. يعني مات هذا الزلمة اللي صار لحد جد يعني مورث. يعني صاروا ثلاث جيال عم يحكموا بهالبلد يعني المعترة. يعني راح حافظ أسد على كوريا وجاب لنا هدول الشروطة والكنزات الصفر هدول تبعات الطلائع وفولار وإجا. يعني بتحس ما عملوا شيء تاني. يعني في حدا بيحتلك من أنت عمرك سنة. يعني بتحس حالك دائما محاصر. يعني بتجي تربي ابنك عكيفك بتقول بدك تبني في قيم ولا بتحس بيسرقوا كل شيء عم تعمله. هلا بالعسكرية أنا خدمت الفرقة الرابعة بسوء حظي مدري لحسن حظي. بخدمتي بالفرقة الرابعة أنا خدمت بال 99 لل 2002. تغير الأركان، إجا قائد أركان جديد. نحن كنا متعودين على اسم واحد، يعني النجاح العطار تروح هي تبع للأبد، حافظ أسد للأبد، مصطفى طلاس للأبد، علي عقلة عرسان للأبد، صابر فرحوط للأبد، هيثم مضويحي للأبد، أبونا سعيد حمادي للأبد. فانه كل شيء صار للابد. يعني ما بتحس اذا حدا مات بتستغرب. يعني حتى الموت بصير يعني انه استثناء. إذا حدا بده يطلع من البلد فأنا بدي أكون آخر واحد. أنا بدي أطفي الضوء قبل أسكر الباب. بس صار في شيء مباشر يعني دعاني إني أطلع، وهو تهديد بالاعتقال، لأنه أحد رفاقي أخذوه وبالاستجواب ذكروا اسمي وقالوا له إنه يعني نحن يعني نعرف إنك تعرف فلاني اللي عم يعمل تنظيم إرهابي ضد الدولة. طبعاً مقصود كان الرابطة السورية المواطنة. وإجا الشاب وحكى لي، فكان واضح إنه هي عبارة عن رسالة. أضف إلى ذلك إنه أكثر من مرة الأمن إجا على البيت يعني، ومثل ما كانت تجري الحالة وقتها إنه يعني عين البيت إنه هذا البيت ساكن فيه فلان. كان في يعني الضغط المباشر أو التهديد المباشر بالاعتقال هو اللي كان دافع اني اتركهم شيء. ما توقعت هيك. انت حالي اسبوع 10 ايام شهرين كترت ما لاقي الناس عم تزيد الشهداء. ما صفي ما في واحد تعرف عليه لما يقولوا انه يا جريح يا برك يا انشل يا راح عيونه يا عمي. يعني ما عاد شفت ناس انه راحوا المناح بدايه الثوره راحوا كلهم مناح. يعني قليل لتقيل. يعني كل واحد طلع بالثوره بالمظاهرات كان طالع لله عن جد، يعني طالع ثوره كرامه. هلا بغض النظر عن بعدين، بس بدايتها كانوا كثير نضاف. يعني والله اللقمه بتمه يسحبها يطعميه غيره. ما بتتخيل قديش شعور كان حلو كثير وقت تطلع بالمظاهره.
اعتقلوا لمنتصر طبعا كثير ناس من يعني مثل الناس الرماديين يعني لا مع الثورة ولا منه بس بدهم يعيشوا وياكلوا ويشربوا ويناموا هدول من اقربائي يعني اكثر شيء الي هن اكثر شيء اجوا صاروا يعني عنفوا ويعاملوني بعنف انه انت روحتي لمنتصر منتصر راح ما عاد يرجع كذا ف يعني كثير كثير حسوسوني انه انا السبب انه انت شجعتي انت خليتي يروح انت خسرتي لا ان شاء الله اذا راح بكون شهيد واذا رجع بكون هذا قدر الله عز وجل وامي ما شاء الله قوتني يعني وقالت لي ماما لا لازم نحن نواجه الواقع ونقوى وانت دارسه وطلعي درسي فطلعت الحمد لله يعني درست وبالريف يعني عمري بدمشق وكنت اقوى وانا قويت الطالبات والحمد لله مرقوا تقريبا 60 يوم من اصعب ما يكون بس انا من برا قويه يعني هلا هي مدرستي هون انا تعلمت بالاعدادي وهي الحاره كانوا يتجمعوا فيها يطلعوا من جامع الحسن وجامع الدقاق يجتمعوا المظاهرات ويجوا كلياتهم لهون ما كنت بعرف انا انه اللي بيطلع بالمظاهره في ناس اكيد طالعه كتار من قلبهم بس كمان في امن بيناتنا يعني سهل انه تنمسك او سهل انه تنعرف ما كتير صعب عليهم بفاجئك حجم المخابرات بالبلد يعني بتحس البلد كله مخابرات ما في مجال انك تتخبى ما في مجال انك تكون مواضح وانا ما كنت احب سلوك التخبايه بالحجاب لانه طلعت ظاهره انه كل النساء بكذا منطقه بتشوف فيديوهات كله مخمر على الاخر وما حدا فيهم بجوز 80% ما حدا حاطط خمار وما حدا حاطط حجاب فكانوا يخبوا حالهم انا ما كنت احب اخبي حالي لانه ببساطه كانت الفكره إنه هو بداية من أول ما بلشت الثورة بلش يهاجمنا بأنه سلفية هي ثورة سلفية إرهابية ولغى كل الصفة الحقيقية للبلد ما بدي أقول علمانية بس شكلنا الحقيقي كيف منطلع كيف منلبس فأنا كان كتير بهمني إنه أطلع بشكلي هدول العالم اللي نزلت على ساحة العاصي عم تقدم زهرة هي يعني عم تقدم زهرة ل ل ل لشريكة بالوطن اللي هو عنصر الأمن فكان الجواب بالرصاص هلأ تم قتل هدول الشهداء بهي الطريقة الباردة وبهذا الدم البارد ما نظروا كنظام أو حتى كمستبد أسدي لم ينظر إلى حالة إنه هذا المجتمع عم يبادلني حسن النية يعني عم يبادلني الخير عم يقدم لك زهرة يا أخي أنا غادرت حماة عندما دخل الجيش إلى حماة ونحن بال82 لعائلتنا يعني ذهب ضحية 7 أشخاص منهم أبي رحمه الله يعني استشهد 7 أشخاص من عائلتي منهم أبي وأعمامي وأولاد أعمامي حتى زوجة عمي فعنا تجربة مريرة يعني في مدينة حماة هذا الذي جعلنا نغادر حماة وأن بقيت حماة في القلب والروح والوجدان والضمير هلأ صار في ناس شغلتها هي إنه بتحط لك الختم بس بتاخذ مبالغ بالجهتين يعني الحدود السورية حدود لبنانية فالحدود السورية أخذوا مصاري لحطوا رسم المغادرة واللبنانيين كمان أخذوا مصاري لقدرت أطلع بس طلعت عادي بطريق المصنع ومثل العادة بس ما نزلت يعني كان اللي عم ندفع لهم مصاري هن اللي بيسروا لك أمورك وصولاً ما خلوني احكي يعني على الموبايل وخبر اهلي انه وصلت لبعد ما قطعنا شتوره لانه برايي الشتوره لسه في خطر بظهر البيدر بنقطه ما وقف الشوفير وقال لي هلا فيكي لانه في يعني الخط بيفتح السوري فيك تخبري اهلك انك انت وصلتي على لبنان
انه انا فارد اوراق كثير وفلاشات وسكايب وعم يعني شغل وهيك، وصل لي كنت شهر ما جاي على المكتب وعندي هالقلق انه هني يعني انه لا تجي على السويدة وفي غبرة كثير بالمكان وانا في معي ثلاثة هالقصبات وهيك، وندق الباب عاد يعني شغلي مرعب كثير، ندق الباب خلص يعني جايين ياخذوه، صرت طلع حوالي قد ما في اوراق ما عارف شو بدي اعمل فيهم كثار، بدي كبهم من الشباك، انا مكتب بجنب الفرن الالي، الفرن الالي مضوى وفي يعني ما فيك تعمل هيك، صرت شيل وحط تحت الفرش تحت الكنبيات، هلا كله عم بيصير هاب ثواني، بالظاهر يمكن صار تنفسي يعني هيك اختلف، فقام يعني نشف ريقي صرت بدي قح، فشلت البطانيه وحطيتها على تمي منشان قح، قام طلع فيها غبره كثير، صرت بدي كل ما اخذ نفس بدي اسعل مشان اسعل بنص البطانيه، صار في غبره اكثر، صرت بدي اسعل اكثر، يعني في هيك دقيقه سيئه كثير، بعد سمعت يعني الصوت جنب الباب انه هني كان شكوا انه مو هاي الشقه، هاي الشقه يعني، فنزلوا على الدرج، انا مجرد نزلوا فتحت الباب وطلعت على السطح. ايه كانها اخر ليله يعني كانت بسوريا. طلعت على بيروت تهريب وفي ناس ختموا لي الجواز على الحدود وبعثوا لي. كان حديث عن نزول الدبابات على الشارع السوري، طلع النظام كذب هي القصة. طالع من البلد على الشام، ففي خط من مفرق تلبيسة أو يعني مفرق المختارية لدوار الشام بحمص، كان كله مرسوم دبابات. فأنا فتحت موبايل حطيته على البرور وشغلت البليه. فصور شيء 4 كيلومتر دبابات وبعته للبي بي سي. هذا المقطع ضل على البي بي سي شهر يروح ويجي. إنه في لو بدنا نعمل شيء فينا نعمل شيء. هلا هون بلشت الفكره انه نبلش نعمل مجموعات اعلاميه صغيره، شغلتها انه بس تنقل هي الخبره وتارشف هذا اللي عم يصير في سوريا، انه هذا تغيير اجتماعي لازم يتارشف. هي المرحله كنا نحن عم نشتغل بغوطة الشرقيه وبدرع، يعني كان كثير عم نعمل هذا التشبيك. وعم نحاول نقول انه سوريا كلها لسوريا، يعني اي سوري في يشتغل باي نقطه بسوريا، بعيدا عن الطائفيه والمدري ايش، انا كنت خاف من مناطقيه، لليوم انا ما عندي خوف من طائفيه، خاف من مناطقيه بسوريا يعني. هلا ما كان عندي حلول يعني، عندي بنتين، عندي عائلة، عندي رئة واحدة، بدي أكمل يعني، أنا من الناس لا بدي أعتقل لا بدي استشهد يعني. فحملت حالي إنه في مجموعة من الشباب اللي جات يعني المقاومة الشعبية فاروق اللي جات بعملية هيك نوعية لإلهم للجيش الحر، شالوني من جرمانة لدرع ومن درع للجات، ضليت باللجات حوالي 20 يوم للشهر، دربت يعني مكتبين إعلاميين هناك، طلعت على الأردن يعني الأمن الأردني شالني على الحدود فوراً يعني. توقفت بالاستخبارات العسكرية الأردنية 5 أيام، تم ترحيلي أمنياً على تركيا. هلا في المناطق الحدودية اللي كان غازي عنتاب، اللي كان أضنة، مرسين، مناطق قريبة هيك الأنطاكيا بحسها بتشبهنا، طقس الناس، الهواء، المعيشة، العلاقات الاجتماعية، فكثير ارتحت يعني. يعني أنا اليوم بغازي عنتاب بحس حالي عم بتمشى بحماية. صرنا نشوف انه اعتقلوا رفقاتنا سواء بجرايد رسميه سواء بجرايد خاصه، بالتلفزيون السوري صار في اعتقالات لزملاء كتار، في منهم تصفوا هن الموجودين بالمعتقل، ماتوا تحت التعذيب. صرت يعني اخر فتره، اخر 3 شهور قبل ما نطلع من الشام، دائما عندي عم فكر يوم اي يوم لا بقصه انه خلينا نطلع. اشتغلنا كتير، يعني
هيك بالخفاء اذا فينا نقول بالعتم، بحيث انه نساعد الناس، نساعد هدول الاشخاص اللي ما عاد فيهم يوصلوا على وظائفهم على اشغالهم بالمناطق المحاصره، نوعا ما بالاغاثه، نوعا ما بانه نوصل اخبار للاعلام اخبارهم، يعني نشتغل مع شبكات اعلاميه نمارس دورنا يعني كاعلاميين ولو بهوامش كثير يعني او ضمن هوامش كثير صغيره. ولكن اخر شيء صرت انت تشوف حالك عاجز بلحظه من اللحظات لما مناطق كثيره من الغوطه انت بتشوفها دمرت مثلا. انا بحكي كثير عن الغوطة لاني بحبها، مشكلة ماما هلا بمشي الحال. بأول طلعة كان أنت طالع على مجتمع جديد، حتى السوريين اللي كانوا هون ما كانوا على الاستعداد إنه يستقبلوا كل من جاي من سوريا. كنت وحيد، ضليت 6 شهور تقريباً عايش لحالي. يعني كان في مجموعة من الأصدقاء معي هون سافروا، غادروا الأردن، ما قعدنا شهر مع بعض يعني، وبعدها ضليت لحالي ساكن يعني. مو غريبة إنه أكون لحالي، لكن الغريب إنك أنت تكون ب منطقة ما بتعرفها، ما بتعرف حدا تتواصل معه من أهلك من ناسك. فما كان صديقي بهذيك الفترة غير اللوحة تبيتي وفرشات ألواني يعني. كنت فرغ فيها كل عاطفتي وكل حنيني إلى الوطن يعني. أنا ما زالت هي مرحلة موجودة في القلب يعني، إنه مرحلة الاشتياق للوطن، إنك أنت مجبر تطلع عن بلدك، تركت بلدك، تركت البيت اللي أنت كنت عم تحاول تساويه بدمشق، حتى يعني كان بيتي بدمشق، تركت أصدقائك اللي هن اللي ما زالوا بمرحلة الكفاح، ومرحلة أنت بتفوت ب جلد الذات، إنه كيف سمحت يكشفوك؟ ما كان لازم تنكشف أنت، لأنك جوا أنت بتقدم أحسن. ولدت ابني، ابني بلا شهادة ميلاد، منه موجود يعني، ما حدا معترف فيه. بسوريا ببلدك ما سهل تجيب اوراق ضمن هاي الظروف يلي مطلوب على الجيش ويلي مطلوب للأمن وإلى آخره. بخارج بلدك كمان ما سهل تجيبها، أو نحن بالبلدين اللي زرناهم لبنان والأردن ما فينا نفوت على سفارتهم. بالنتيجة مثل ابني في أطفال كثير هلأ عايشين ما عندهم شهادات ميلاد، صفتهم مكتومين القيد. شو يعني مكتوم قيد؟ يعني ما انه موجود، محتاج كل هاي الاختام، محتاج كل هاي الوراق، محتاج كل هذا النظام يلي هو اساسا ما انه موجود يعني. ما في نظام لحتى في نظام بمناطق النظام، ما في نظام بالمناطق اللي عم تنقصف كل يوم، ما ضل فيها دائره، ما ضل في شيء. طب خذ، اعطيني شوف شوف، خذها شوف. يا ماما ماما ماما، اي
ولادة لأي طفل هلأ بغض النظر بالعالم كله، بس بالخاص طفل سوري عم بيولد بده يجي معه أمل. يعني أنا ما كنت قدراني أشوف إنه خلص دمار، نهاية، موت، كل هاي القصص. ولليوم أنا ماني مقتنعة إنه العلاج هو بالاكتئاب أو بالاقتناع إنه خلص استسلمنا وخلصت المسألة وكل شيء سيء. بدي فاجئك هلا اذا قلت لك انه ابدا ما شعرت بالامان، انه حتى اللحظه هي انا صار لي 6 شهور تارك سوريا وحتى اللحظه هي ما شعرت بالامان ابدا. بس بضل الواحد بيقول دائما يعني هي يعني بيخجل يحكي على هالمصاعب لما بيسمع شو صاير، لما بيشوف النازحين المهجرين السوريين، لما بيشوف المتسولين بالشارع. هاي منظر لبعرسال، نحن رحنا أول امبارح وشفنا هدول الأطفال. هاي الصالة قالوا لنا واسعة 1700 شخص، يعني بين طفل وامرأة وكبار، فقط موزعين لهم مفوضية هاي الفرشة والأغطية، وكانوا الناس كلها عايشين مع بعضهم، ما في أي حاجز بين أي أسرة وأسرة على الإطلاق. وهي أطفالنا كلهم، هي توزع لهم أغذية يعني مثل سلة غذائية. هي هون فاتحين لهم على أساس ساووا لهم على 22 عيلة 22 غرفة المفوضة، وحطوا لهم هذا المي. وقت نزلت المطر عم فاتت المطر على الغرف، الغرف ما فيها غير فرش، فصارت الدنيا كلها مي، اضطروا يطلعوا من غرفهم الناس. Three years on from the start of the crisis, many Syrian intellectuals and artists are in forced exile in neighboring countries. They're each doing what they can to provide relief for other refugees, to express their suffering, but still maintain a profound hope of one day returning home. أهم شيء كان عندي أنا إنه مسؤولة كنت أنا نساء الشهداء، زوجاتهم يعني زوجاتهم وزوجات المعتقلين وزوجات المرابطين، فصرت أهتم فيهم يعني بسجلهم عندي، بشوف أمورهم، بشوف شو لازمهم. أكتر شيء هون لازمهم سكن أكتريتهم يعني، أو مثلاً مصروف لأولادهم، حليب، فوط، الشغلات الأساسية يعني حتى يقدروا يعيشوا. يعني هو صحي لهلا انا المساعدات قليله وما عم اعمل شيء، بس في ناس الحمد لله انه ممكن تتقاوى تستفاد، بالذات تسكين النساء الشهداء. انا هذا اكثر شيء بحبه، ويعني ضلني على طول متابعته انه انا بزعل عليهم هدول، بالذات الصغار. يعني تلاقي وحده عمرها مثلا قد بنتي مثلا 19 سنه 20 سنه وارمله، عندها ولدين. طب هي شو لساتها يعني طفله، ما لا حاسه شو صار، ما لا عرفانه شو صار. يعني عم تفائت صفت بلا زوج وبلا بيت وبلا اهل، يعني بيجوا بدون اهلهم احيانا، بيكونوا مهربين من عزعتري، بردانين، حفيانين، جوعانين.
بحلم كثيرا، بحلم عمرات، ما بعرف شو بحلم. أنا بخاف هلا حقيقة، بخاف بعد هذا الزمن اللي هو مانو طويل أبدا، يعني سنة وتسع شهور مانو زمن كافي لحتى تتهدم بلد بحالة، محافظات بحالة. اللي عم بصير إنه نحن كتير عم نكتم، يعني نحن عم بنأجل كل شيء، عم بنأجل الحزن وعم بنأجل الألم، وما عم نقدر نعيش الحقيقة الحقيقية، لأنه أنت مهجر فأنت خارج، بالخارج يعني أنت مطالب منك إنك تكون موجود، وهذا صراع مانو سهل، يعني مانو سهل نهائياً لحتى تكون موجود. موجود ما بالضرورة موجود بشي صفة كبيرة، بدك تاكل، بدك تسكن، بدك تلبس، بدك هي الأشياء اللي هي عن جد كتير صعبة، يعني ما معقول ما حدا واقف معك، ما حدا منتبه لك، لا نظام ولا معارضة ولا يو إن ولا مؤسسات ولا أي حدا، ما حدا قادر يشيل هاي العالم كله بما فيهن أنا. يعني حلب حماس راغب، حلب حماس راغب، حلب حماس راغب، حلب 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 حماس راغب، حلب حماس راغب، حلب حماس راغب، حلب حلب حلب. سوريا جاهل بالسوري، يعني شو يعني؟ يعني أنا بيجي بقول كلنا سوريون، واحد 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 الشعب السوري، شو يعني هدول؟ وضع السوري مو هو شريط أخباري على الجزيرة ولا العربية ولا البي بي سي ولا مدري إيش، يعني لازم شيء ورق يضل مشان الناس تحتفظ فيه. فأنه حبينا تكون حنطة هي هذا الجرن اللي فينا نخبز فيه كل هدول، يعني هذا التنور اللي فينا نشوي فيه كل هاي القصص، يعني خليها تنشوى وتنحرق وتتكسر ببعضها ويطلع الريف، يعني له رائحة حتى ما يكون مغذي بالحد، لأنه يكون له ريحة يعني تعطينا شوية حميمية. فينا نرصد يعني تغيير مجتمع كافة مناحيه السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأخلاقية الفكرية، في تغيير كامل عم يكون في يعني هدم بنى يعني. فبعدها صار عندي فرصة طبعا أشتغل على المجلة أكثر تبعنا، يعني الفريق صار فينا نطلع ونفوت على سوريا، يعني يجي من سوريا ويطلع، صار فينا نطلع الوضع السوري أكثر، صار فينا يعني نشوف بعضنا أكثر، في كتير ناشطين يعني في كتير سوريين بينتاب اليوم، يعني حنطة يعني عم تنطبع منا 5000 نسخة، عم تتوزع يعني مناطق كتير بسوريا، يعني عم توسع بست محافظات، في مناطق تحت سيطرة النظام حنطة عم تقدر تفوت تخترقها. يعني دير بالي على 32 بيت جريح، يعني شو بقدر يجيني مساعدات غذائيه دوائيه ضمادات احرامات اي شيء بدور عليهم. بعدين صرت وين في جريح بعرف جريح روح لعند منه بساعده نظف له بيته، يجيني مصاري من اخواتي من السعوديه من امريكا، في بنت اخي بامريكا وفي اخي بامريكا يبعت لي مصاري. تعرفت على عن طريق الفيسبوك على ناس جيبوا لي ألبسة أحذية، يعني الحمد لله من كل شيء إغاثة بشكل عام، إنه للجريح بس جريح فقط إني ساعده، لأنه هو بيجي لهون آكل زل أي الحاجة، يعني أحيانا بضل 10 أيام على الطريق حتى يوصل عندي، بس لأنه بس فقط جريح أشتغل. Thank you.
نشرة الأخبار من هوا سمارت نبدأها بالعناوين. حذرت منظمة الأمم المتحدة اليونيسف من التهديدات التي تواجه 4 ملايين طفل متضرر من النزاع المستمر في سوريا، لافتة إلى أن أكثر من 4 ملايين نازح يعيشون في ملاجئ لا تتوفر فيها شروط الحياة الصحية. وقالت ماريا كاليليس المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي غير متوفرة، ومن المؤكد ازدياد معدلات الإصابة بالإسهال وغيرها من أمراض الأطفال. وأضافت أن الوضع المتدهور يزيد من ضرورة حصول الأسر على احتياجاتهم الأساسية في أشهر الصيف الحارة. عم نأسس هلأ لإذاعة اسمها إذاعة هوا سمارت، هي رح تكون الإذاعة الرئيسية بمشروع سمارت. إن شاء الله من خلالها رح نقدر نحقق هذا التواصل الحميمي اللصيق مع الناس اللي هنن جوا. احنا بالدرجة الأولى ما منكرس فكرة برا وجوا، نحن كسوريين كلياتنا معنويا موجودين جوا، سواء كنا جسديا برا يعني أو لا. يوما ما مثل ما قلت لك عم نطمح إنه هاي الإذاعة اللي هلأ عم تبث من غازي عنتاب أو اللي بدها تبث من غازي عنتاب ترجع تلاقي هيك ولو زاوية صغيرة من سوريا تبث منها، توصل صوت الناس المقهورين، توصل صوت الناس اللي ما كان مسموع صوتهم لا قبل الثورة ولا أثناء الثورة حتى، لأنه دائماً الفقير والمظلوم والمهمش في كتير أشياء بتصير على حسابه حتى لو كان أثناء الثورة. فنحن إذا قدرنا نعمل ولو ربع هذا الشيء اللي نحن عم نطمح له بيكون إنه قدرنا نوصل لنقطة منيحة. بدأت بمشروع المدرسة العامة ضمية طالب، ثم توسعنا لأن كان في أعداد كبيرة، خصوصاً أن السوق المدرسة مجانية والدراسة هون مرهقة. طور العمل الحمد لله، الآن استوعبنا 1000 طالب هاي السنة. طبعاً جاءنا أكثر من 1000 طالب بس ما عندنا لا إمكانيات مادية ولا إمكانيات مكان نستطيع أن نستقبل أكثر من 1000 طالب. عندي 1000 طالب يعني عندي 1000 مشكلة وأكثر من 1000 مشكلة خصوصاً بهالظروف. في الآن طلاب بيتصلوا أهاليهم فيه ما بيستطيعوا يجوا على المدرسة، ما معهم مصاري، ما معهم إجرة التكار، ما معهم إجرة الفان، بس أنا ما بستطيع أتحمل أكثر يعني من هيك. يعني بالأساس أنا أقع بعجز، يعني بكل ملفاتي عندي عجز، يعني ملف الأيتام عندي عجز مادي، بملف المستوصف عندي عجز مادي، بملف المدرسة عندي عجز مادي، فما بستطيع أتحمل أكثر من هيك. في عنا مشاكل نفسية، اللي مثلا أبوه شهيد، اللي ما حسنان يأكل بالبيت كمان أنا ما بستطيع يعني على جهة. هي بدها كادر آخر غير الكادر التدريسي والإداري الموجود بالمدرسة. أحيانا ما بحب أنزل على المدرسة ولا بحب أنزل على الجمعية مشان ما يعني أحس وأزعل وأنزعج. أحيانا بسكر علي باب، يعني أنا بضل الباب مفتوح عندي 3000 عائلة مستفيدة، بضل عندي أزمة يعني كل يوم تجيني عوائل توقف عندي، مع أنه أنا مثلا بالطابق الموجود في منا طابق الجمعية، بس بيعرفوا أنه الموضوع الجمعية بإيدي فبيضطروا يتجاوزوا الكل ويجوا لعندي مشان حل لهم أزمة.
يعني بتعرف انه انا ما كثير لسه بحس حالي بهالحالة اللجوء. اول شيء تعاملك دائما مع شباب سوريين، يعني الاخبار اللي الوافده بالنسبه لك واللي انت بتهتم فيها وبتتابعها هي اخبار سوريه. يعني انا هلا بشرف على مشروع هو وكاله انباء، فنحن بنشتغل عاجل وخبر وتقرير على مدار الساعه. ما في شيء بعده بحياتنا برا سوريا. يعني من الايام الاولى فكرنا بالرابطه انه نحن فايتين على وضع البلد، واضح انه مو وضع ايام، وضع طويل، وهذا الوضع سينتهي حتما بتغيير ما. يعني اكيد في علاقات جديده لازم تنبنى بسوريا. النشاط في قضايا المواطنه يعني انك انت تشتغل على ثلاث مستويات، لانه المواطن هي وضع حقوقي ثقافي سياسي بيخص العلاقات على ثلاث مستويات، اللي هو علاقات المواطن مع الدولة، علاقات المواطن مع المواطن، وعلاقات المواطن مع الجو المحيط فيه. فأنت مجرد ما أنك تشتغل في هذه الموضوعات فأنت يعني تلامس، شئت أم أبيت، تلامس السياسة. فهذا بالضرورة لما تكون أنت في ظل نظام استبدادي فبالتالي يعتبره هو معارضة له، حتى لو كنت أنت بناك عم تنعي عن نفسك أنك معارضة. وهذا اللي نحن يعني كنا في بداية عم نقول نحن ما معارضة، بمعنى نحن ما بيهمنا مين النظام الموجود، بهذا ما بيهمنا أن تكون علاقات المواطنة هي موجودة في البلد. فلعب دور أنا بشتغل مع اللاجئات. اللاجئات بتحس حالك أنك أنت لساتك بسوريا، كتير لعب دور أنه بيكسر لك الغربة، أنه كل شغلك مع سوريات طول الوقت. أنا بروح على مجدل عنجر ولا على وادي خالد، أنا بشتغل مع سوريات. أضيف أنه مجدل عنجر فيها دمشق وريف دمشق، يعني حتى بتحس حالك رايح زيارة، أنه ناس كتير قراب إليك. لذلك بقول طريقي هو دمشق بيروت دمشق. برسم كيف بعيش، بحاول أنا أفرغ كل الطاقة اللي عم الطاقة السلبية أو الأشياء اللي ما عم بلاقي لها أي حل بهذا المكان وضمن هاي الظروف، عم برسم لوحات. وفعلاً هو الرسم كتير بيريحني، يعني أنا بشعر بالرسم هو فعل يعني مثل الصلاة بالنسبة لي. أنا بهذا المكان برمي كل الأشياء وبعالج كل الأشياء وبعيش معه بعزلة تامة. يعني كيف لغونا وحولونا لأرقام، وحتى رسائل معتقلين لرفقاتي، رسائل أهلي كانوا يكتبوا لي إياها لما أطلع وأرجع وإلى آخره. كل هاي الوراق الحقيقية أنا لصقت على العمل وبنيته بهي الطريقة، وكنت عم أقول من خلال هذا العمل إنه نحن بحاجة لتغيير بالقانون. النظرة الآن لسوريا هي نظرة تنمية كاملة، نظرة تنموية. هذا المجتمع كيف ممكن يكون تنموي؟ ما حيكون لحاله، هو دوري ودور كل شخص وعالم ومفكر وبسيط حتى بسوريا يتعلم شو معنى أنه يكون متنور، يبحث عن الحقيقة ويساعد الآخرين لبناء وطن حر. صغيرة مثلاً إنه لما وصلت أنا تركتها يعني السماعة متدحبة، فلقيتها عم تمشي كم خطوة وطالع لها سن وتحكي لها كم كلمة. فأنا حسيت إنه شو عملت فيني، شو يعني إنه أنا شو عملت بحالي وشو عملت فيني القصة وشو عملت فيني الوضع، وهي الضريبة عن جد محلها ولا ما أنا محلها. صار عندي مثل المراجعة الذاتية إنه بيستاهل اللي عملته، إنه أنا ما أشوف بنتي بهوديل الشغلات، إنه هي ما رح ولا مرة هي التجربة تنعاد، ولا مرة رح شوف أول سنة وتعضني فيه، ولا مرة رح تمشي قدامي أول مرة. هي ما غريبة كانت الحكاية كثير، فصار معي مثل نوع من الاكتئاب الجزئي أو المؤقت يعني. بعد شوي اقتلق إنه في كثير رفقاتي ماتوا، يعني كثير رفقاتي ما شافوا أولادهم. Thank you.
حلمي الآن بهذا الوطن إنه أرجع أشوف ساحات الحرية من أول وجديد، يعني أشوف مجلس نواب منتخب من الشعب، شوف مجالس محافظات منتخبة من الشعب. الشعب هو اللي عم يختار، مو عم يفرض عليه القضية أو عم يفرض عليه شخص. والله بحلم إني هيك أرجع أمشي بالإمارية، أقعد على قهوة النوفرة، فوت على حمام نور الدين شهيد بزوري ناطف قلبي. والله حقها بقلبي. البلد فيها تحلم، أنا ما فيني أحلم، بس هي صرورة تاريخية. البلد رح تصير شيء منيح، يعني شيء أنا ما بينه، ربما مو بعد يومين، بعد 100 سنة، بس رح تصير. يعني هذا البلد، يعني هذا الشعب حقه يكون كثير منيح، ورح يوصلوا هذا المنيح. يعني اللي دفع 150,000 شهيد، يعني ورح يكون حدا كثير منيح. يعني لما ما بتفكر بالخسارات انت رح تربح. نحن بسوريا ما حدا عم يفكر بخسارات. عم بجرب يعني انه نخرج من حاله العاطفيه، انه يعني الثوره اليوم بالرغم من كل شيء بتحمله من شجن ومن علاقتك فيها كصيغه، يمكن هلا بيحكي عنا المغترب اللي ما اللي شاف اللي عاش على الفيسبوك، يعني بيحكي عنا غير، لكن يعني نحن اللي عشناها يوم بيوم، انا بظن انه ما بنشوفك، يعني ما بدي اشوفك كثير بحاله عاطفيه. صرت عم بشوفها اجراءات، ونحن بحاجه لنحولها لاجراءات، يعني لنقدر نستمر فيها لازم يكون في عمل عم تأديه تجاهها بشكل يومي. أنا عندي إيمان مطلق بالشعب السوري، وعندي إيمان مطلق بأنه نحن لا نستطيع أن نعيش إلا مع بعض، وأنه ستعود سوريا كما كانت وأفضل، وأنه هذا التاريخ الأسود اللي هلأ ماري فيه هو لحظة عابرة وراهنة، وأتمنى ألا تطول. ابدا ماني ندمانه ولا للحظه، ولا ممكن اندم، ولا مستحيل، يعني لانه ببساطه انا يعني كل شيء عملته لحد حدود سوريا، حقيقه لحد حدود سوريا. بس انا الحريه الوحيده اللي شعرت فيها هي بسوريا، غريب مع كل هذا النظام الحقير، بس كنت حس بالحريه. بس لهلا خارج سوريا انا بشعر انه انا سوري، بس يعني ماني حر. أنا عم حس أكبر مشكلة بوجود هذا النظام إنه صدقنا إنه ما رح يروح، بده يروح وبده تتغير البلد. إذا أنا رحت في غيري مكمل، وإذا غيري راح في غيره مكمل، شعب ما بيخلص يعني، وما رح تكون إلا أحلى بلد وأحسن بلد يعني كلياتنا السوريين أو السوري بالتحديد بيعرف إنه هي البلد حنونة بما يكفي لأنها تحمل كل شيء يعني.